كمال كسيني مؤسس أرض المبدعين، أهلا وسهلا فيك على موقع الفان. أهلا وسهلا فيك ستالا. حضرتك اليوم موجود هون أو نحن موجودين عندك بالأوتيل كرمال إقامة حفل ميسيون دو في رسالة حياة، وحضرتك مشارك برعاية هالحفل. خبرنا أكثر كيف تشاركت برعاية هالحفل وقديش أنت مؤمن بجمعية رسالة حياة. لكن احنا من اول ما بلشنا بالمؤسسة وكاننا هدف واحد، نقول انه الابداع مش محصور بس بمجال واحد، بكل المجالات. وحتى اليوم خليني اقول لك شغلة، حتى عند الاباء يعني بكل المؤسسات في ناس مبدعين ومميزين. اليوم رسالة حياة من اول ما انطلقت كان عندها هدف سامي، هي مساعدة الاشخاص اللي كانوا بلا اهل بلا معيل، كانوا ينزلوا على الطرقات تيساعدوا هيدا الناس. اليوم شو صار إشكالية، هذا الموضوع ما بيعنينا. نحن بنهاية مؤسسة موثق فيها وبنعرف مين هي وبنعرف مين بيديرها لهيدي المؤسسة، فمشان هيك نحن بهيدا نعرف صدقهم وحقيقتهم 100%. ما مشان هيك نحن أخذنا قرار بهيدا الاحتفال تنجدد دعمنا لهيدي المؤسسة ونجدد ثقتنا فيها، إنه اليوم شو ما صار نحن حنضل حدا لهي المؤسسة سنة هالسنة وسنة الجاي بكل احتفال هي بدها تعمل. قديش مهم إنه هالمؤسسة تعمل أعمال خير مع اللبناني أولاً، لأنه صاروا بيهتموا بكل الجنسيات من هذا اللبناني، واللبناني أكثر واحد مهمش وفقير. ما حدا سألين عنه ستنا، ما حدا سألين عنه، لا عنه ولا عن مستقبله. أنا من فترة كنت عم بحضر شيء على التلفزيون، في أشخاص انصابوا بإصابات من وراء حوادث سير، صدقيني كانوا عم بيحكوا ما حدا عم بيهتم فيهم. بتعرفي كل يوم ده بيتصلوا فينا ناس بدهم دواء سرطان، بده يفوتوا على مستشفى، بدهم شو يعني، البلد كله بحاجة ونحن شو قاعدين عم نعمل. نحن صار وقت أستاذي هلا انه نبلش نوقف حد بعض ونساعد بعض، لانه اذا ما عملنا هيك صدقيني نحن كبلد رايح لانهيار تام. طيب ارض المبدعين غير التكريمات اللي بتقدمها غير دعمها لميسيون دو في، شو هي الاعمال الانسانيه لان اعمالها اقل شيء ست هلا نحن بنهتم بموضوع التكريم. بتعرفي ليه؟ نحن التكريم ناخده بس انه تنكون بمكان معين، عم نقول للناس انه تمثلوا بهول الاشخاص، تمثلوا فيهم كيف نجحوا، يعني له هدف على الاقل 100%. يعني مش نحن هدفنا، يعني انا دائما بقول لهم وقت في مؤسسه مثل ماكس دور عم تعمل احتفال كبير، نحن بنصير بمحل معين، بالعكس نحن شغلتنا نكون معهم مش يعني ونساعدهم قد ما فينا، لانه هي مؤسسه محترمه عم تعمل هيدي الاحتفالات الكبيره. فبرجع بقول لك نحن مش موضوعنا تكريم، نحن عم نوع على منحة آخر، نعطي مثل. أنا بدي أولادي بكرة يصيروا يحطوا صور هول مبدعين على تليفوناتهم على بقلب أوض النوم، يبعدوا بقى عن السياسة وعن السياسيين، لأنه هول وصلونا خربولنا البلد. فنحن هيدا هدفنا، مشان هيك نحن عم نعمل مدارس مجانية. عنا 6 مدارس مجانية هلا بست مناطق لبنانية، عم نمرن شباب كل شيء له علاقة بالثقافة بالفن بالفن التشكيلي كل التفاصيل. بدنا نخلق جيل جديد ستة. شو الكلمة اللي بتقولها للناس للجمهور اللبناني يلي بدهم يساعدوا رسالة حياة، يلي بدهم يتواصلوا معكم؟ هيك البلد كله سوا عم بيركب بمحل معين على أخبار كاذبة. نحن خلينا أنا دايما بقول لهم أنا نحن بتعرفي وحضرتك مثل ما بيقولوا أستاذي بدومين الإعلام، اليوم دايما بينحكى عن بعضهم، دايما الناس بلبنان بيحكي هيدا عن هيدا وهيدا عن هيدا. إن شاء الله يكونوا عم بيحكوا بالمنيح و 90% مش منيح. أكيد بيحكوا بالعاطفة. بيجي بقول لك ست هلا أنا بيهمني أنا شو بلمس، أنا اللي لمسته مع هيدي، ولازم نحن كلنا كلبنانيين، نحن شو بنلمس؟ هيدي مؤسسة بقيت سنين واقفة حد الناس، واقفة حد الأطفال، كنا ننزل نحن نساعدها نوقف حد الختيارية، حد النوفوني، حد المفتوتين على الطريق. وانتبه وحتى لو كان في غلطة صارت مش هيك بنجلدها. تحليك أكثر، أنا اليوم إذا أنا لو كنت اليوم مسؤول بالكهنة عرفت كيف؟ أنا بحضنهم أكثر، بشوف كيف بدي عالج الموضوع، يمكن حتى لو في خطأ. إذا حدا غلط يمكن مش كل المؤسسة اللي غلطت. صح. ما دايماً هيك.